التحديات والإثارة مستمرة والانطلاقات متواصلة، شوط يودع شوط صعوب لأبناء القبائل. سوف نبدأ مع انطلاقة أشواط خصصت لأخواننا السودانيين بعد هذا الشوط. نزير مع المقدمة والبداية مشكور علي بن مسلم الحرسوسي، يقدم لنا مشكور على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يتواجد مجد راشد بن يمعة بن فري المهيري، والمركز أيضا المركز الثالث قيار. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله. قيار قار حرك بن فري، حرك. بدأ الصراع مبكر الصراع. الله 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 الله، معركة بدت في أيضا شوط الختام، في شوط الوداع. ماذا دهاكم؟ الله 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 الله، معركة ثنائية غيار، وأيضا اللي هو مجد وغيار. الله يا سلام، 200 متر بن فري بن معيوف. اللحظات الأخيرة، أين يذهب السلام؟ هناك المعركة، الهير الفقع. اللحظات الأخيرة، هيراوي. سلام لسيد راشد بن يمعة بن فري المهيري، المركز الثاني لسيد محمد بن معيوف بن مطر، لنضم على المركز الثاني والمركز الثالث لسيد علي بن مسلم الحرزوزي. نعود نهني راشد بن يمعة بن فري المهيري على فوز مجد بهذا الشوط، دقيقة 50 ثانية. كما نهني محمد بن معيوف على فوز غيار فتفنش على المركز الثاني، ما قصر، قدم أداء جميل، تهانينا والناموس للفائزين.